ازيكم يا اصحابي، عامل ايه؟ انا النهارده صنعت محتوى جديد واسمي رسالة احمد شوقي، وانا من عيله السريحي وعندي 9 سنين، وانا كنت بعمل محتوى جديد. وانا كان نفسي من زمان قوي اللي انا يكون عندي متابعين واخصص قناه لنفسي. ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل لكم احسن فيديوهات واحسن افلام واحسن مسلسلات باذن الله. وانا عندي اختين روضه وحوش. قولي ازيك يا روضه للمتابعين. ازيكم يا متابعين يا حبايبي يا قلبي يا عمري. احنا بقى النهارده انا حابه اقدم لكم، يعني هعمل لكم جوله في بيتي واريكم كذا كود يعني انا كنت جايباه. وطبعا انا واخده السماعه دي منه، السماعه اللي انا لابساها دي، بصوا دي شدت العادي، واخده الكرسي ده، وانا واخده السماعه دي، واخده السماعه دي، ويعني ودي حيوانات كده اليفه. السمك اسمها سوسو، والارنب اسمه لولو، والقطة اسمها كيتي، والهامستر اسمه لونا، وتدلعها يعني لولي اسمها لولي، تدلعها لولي. ماشي، ويلا بينا بقى هوريكوا الجولة في بيتي. أول مكان اللي هو المكان ده، وده الأكواد هوريها لكم في آخر الفيديو. بصوا دي أوضة الحيوانات غرفتهم. وريهم يا ريت هم لما بيجوا يناموا بيناموا زي شكلهم بيكون كيوت خالص. صراحة كيوت واحد فيهم بس في الهامستر. شفت الهامستر اتهبد ازاي؟ خلاص يا رجال بطل. يلا بقى هوديكوا بجد باقي الجولة هنا. طبعا احنا كنا هنا، هو ده اكل الحيوانات. صحيح يا ريت. صح، معلش نسيت. ايه دي اوضة اختي الصغنونة اللي هي حورة، هوريها لكم تحت. ماشي، ودي كده، دي اوضتي انا. بصوا دي اوضتي انا، وانا حبيتها. ودي اوضة روضة. وده هنا مش حاطة حاجة طبعا، وانا بقى الصين. هاي ماما وبابا حوش، ماما بابا حوش. انا طبعا ما عنديش 100 شخصية. البوك ده انا جايباه من مطار المترو، مترو مطار، مش عارفة هو مترو مطار ولا مطار المترو. وبصوا هنا الفلوس دي، حط هنا هدوم لماما وبابا، ويعني ده قاعدة كده بسيطة في الجنينة. ده الحمام، ده المطبخ. بصوا بقى المطبخ مش حاطة أكل كتير، يعني هو حاجات كتير فيه. بصوا انبسطت شكله كده من ورا أختي، وكمان النهارده بس بصراحة جامد قوي البيت اللي يعمل. بس التلاجة مفكورة من الأكل، أختي لسه رجعت ما شافتهاش. شفتها من ورا. اسكتي بس هوريكوا فيه، وقولي لي في التعليقات قيمكم من 10. بس الصراحة جامد قوي. المفروض بصوا أنا حاطة الشاشة دي هنا، هي فين راحت؟ فين؟ بصوا لما اجي اطلع فوق بلاقيها موجوده، كانت بتبقى اهي. بصوا اي مكان بروح بتبقى موجوده فيه، فانا هشيلها دلوقتي خالص. بصوا هنا كده دي الدخله بتاعت البيت، وهنا هي حاطه فلوس، مش عارفه هي جايبها منين، بس مش عارفه انا البيت ما تاخديهاش. خدها يا ستي، اسكتي ما تاخديهاش، اسكتي يا بيت.
انت ما كان فكرة بيزا بيتي مش ياخدها لي طبعا. تاخديها مين ده؟ ده ماما والبابا. ده ماما والبابا؟ ايوه بصوا وقت التلاجة المفجورة من الاكل. والله صحيح هي مفجورة، بس بصراحة يعني انا عندي البيت التصميم بتاعها 10 من 10. بس والله جامد قوي جدا. بس هسرق فلوس من اختي. بتتكرهي حربيه بس يا بنت. هو احنا كده بنحب نتعارك كده سوا يعني؟ مش بنتعارك على طول، ما بنتعاركش يعني اللي هو نعارك يعني بهزر معاها بضايقها برخم عليها. وهي بقى بسم الله ما شاء الله عليها، يا ريت ما نرخمش عليها احسن لي. والله دي مجنونة. لا دي دربها جامد خالص، دي عضاضة البت دي حتى في الحقيقة. الكلام ده في الحقيقة يعني. انت بتهزري انا والله كنت قبل ما تقولي عضاضة البت الاساس. قلت لكم بنحب نتعارك، بس بتطلع عليكي متقطع، ما تطلعي ليش لسانك. لا تغير، لا تغير، لا تغير. على فكره ما عنديش لدغه، انت مش فاهمه اصلا يعني ايه. انا عارفه يعني انت لخبطت لدغه في حرف السين. كان عندي وانا صغيره يا حبيبتي، كان عندي وانا كان عندي ميس. بس بقى هوريكم دلوقتي احنا كنا جايبين صلصال، هوريكم بيتعمل ازاي الطريقه بتاعته. انا اللي كنت الفكره يعني فكره رضا. هبدا بصلصال الاول. انا صلصال احلى من بتاعي على الفكره. جبت من دولت، بصوا شكله جميل قوي وممتع قوي بطريقه. بصوا لا قلتلك متطلعليش لساني. بس مش باين عليه، مش هيدخل تاني. جميل قوي، الجنين احلى من بعض. انا هحطه فين؟ مش عايزه ابهدل المكان، والله مبحبش ابهدل المكان. احطه فين؟ جيب رف واحطه من فين. عايزه رف مقفول. ده انت بنت خطرية. بنت يا بنت اسكتي بخكرية. بس بقى يا روضة، بس بس طبعا انا كنت واخدة الكرسي ده من مكان عشان انت تاني تقعد عليه. ده ماشي. تعالوا بقى، تعالوا نوريك روضة هتبريكوا سلسلها. سلسلة خلينا في حتة عشان مفيش حد هنا كده مجنون ياخده. طبعا فكرة عندي سلسال واحلى مني. الله الله كبير خالص، بس مش بتلحرك عشان ما يطلعش من الكيس. معلش يا اصحابي، باي. ايه بتسكتي؟ اعمل لكم الوضعية بتاعت باي. ايه باي. اوكي خلاص كده يا اصحابي. بس يا بنت يا عبيطة، يا عبيطة دي بتفرج على كراميلا كتير. انا من متابعة كراميلا اللي بحبها قوي، وسارة بينكي وكرتونيات كراميلا وعالمي الصغير. دولت اكتر 4 قنوات بحبهم، يعني 4 قنوات بتفرج عليهم. جولي 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 ولوجي. او لوجي وجودي. جودي ولوجي. لوجي وجودي. لوجي وجودي. نسيتي لوجي وجودي. صراحة يعني بحبهم، جهدهم جميل قوي. ودلوقتي غير هدومي وهرجع لكم انا وورا. يلا باي. رجعنا لكم تاني يا اصحابي، غيرنا هدومي ويلا بينا بقى هوريكم احنا هنروح على فين. بس طبعا استاذن ماما وبابا الله يرضى. طبعا يعني عشان ما فيش حد يهدى بعبيط. Hmm.
ماما بابا احنا نازلين رايحين فين نرتاح؟ ايه رايحين بس مشوار كده نعدي. ماشي مش عايزين فلوس؟ هو احنا وصلنا لهنا شكل عايزين كام يا حبيبتي؟ احنا انا عايزة اعرض نفسي يعني انا عايزة عايزة 1000 جنيه. ليه يا حبيبتي 1000 جنيه؟ تجيبلي بيه ايه؟ هو كده انا عايزة 1000 جنيه، اخر كل واحدة فيكم 200 جنيه. أو ما أجيبها بس كل واحدة 200 جنيه. ماشي يا ماما. طب ممكن أطلب من الطلب؟ اتفضلوا انتوا الاتنين بس اتفضلوا تعملوا زيكم من المتابعين. حاضر. هاي هاي اعمل له معايا حور. هاي هاي تحكيش تاني يا وحشة. ماشي مع السلامة. هرجع بقى هنزل قدام البيت وهرجع لكم تاني يا صاحبي. وطلعنا من البيت يا اسماعيل وغنى ونلاقينا بقى هنركب التاكسي. انا التاكسي برضه هتشتكي في هتعدي مني؟ لا انا ما اعتقد. تاكسي تاكسي اتفضل اركب سلي لو تكتب مش عارفة ممكن تودينا على المول. حاضر نمشي يا صحابي نروح قدام المول وهرجع لكم. يلا باي. ورجعنا لكم تاني يا صحابي ووصلنا عنده. انا عايزة اعمل حاجة مع بعض، عايزة اتحداه. هنعمل لي مكياج من هنا من عند الست دي، ولازم نحطه حاجات يعني حلوة واكثر. انت هتكون لا يا صاحبي ويقيم واكثر واحد هيبقى المكياج هيعجبكم قيموا بقى في التعليقات. ويلا وانا نلعب شوية يعني بألعاب الميشيال. طيب لو سمحتي لو سمحتي هو ممكن هو فيه مكياج يعني كده عادي لو لقيت المكياج وانت تعملولي؟ ايوه طبعا يا روحي فيه اي حاجة. ماشي بس هو انا كنت شايفين المكان. ماشي يا عيني هادي بس انتي لو انتي اختاري اختاري قبل ما تقعدي. حاضر اوكي شطر الوشطة اختار ده. ماشي ماشي و محبش احط حاجة دي. ماشي نختار ده. لا في مناديل في مناديل لا عشان كنت كده هتتمسح يعني بس ورد بس اني اخترت بس ممكن اكون غير احط حاجة فوق عيني. ماشي ممكن تحطي عيني. ماشي عيني حاضر عيني حطي عروس اللي انت كنت تعملي. ماشي ممكن شكله جميل يا ترى. لا مش عاجبني حتى مسحت له خدودي. طب في وشم خدودي
يعني مش زعلان تليفون. مش شكرا انا كده خلصت دور اختي. يلا يا رادو دوري كات الفلوس. اتفضلي عادي. اوكي تفضلي بس الحساب. حسابك كام؟ 100 جنيه. ماشي اتفضلي. ماشي شكرا. وليكو كمان عرض. اتفضلي 100 الباقي. وليكو كمان احنا في عرض بقى. هو انتوا المفروض تاخدوا زمزميات دي. اوكي ومعاها مقا. انا هاخد انا هاخد مفيش اي كيس عندكم؟ حاضر. مفيش كيس؟ خد يعني كيس. امشي عنه. يلا بقى اختار. يلا بقى اختار التيشيرت اللي على فرق التيشيرت. بس لا هو تيشيرت واحد بس. اختاري بقى بتاعه وشوزه. لا شوزه واحده. لا صمت. لا اختاري. لا ماشي. كنت هتختاري زي انا كنت خدت السلبتة الخضراء دي. دي لا. دي لا. دي نص نص. حطي دي في مكانها. سبنيش نص شكرا. ماشي كده حسابك نص. اختي انا هقعد اساعد. ماشي حساب كده 100 جنيه. تمام 100 جنيه اللي كانت هنا. اتفضلي بقى. بالشكر. تعالي يلا يا رب. تقريبا احنا عندنا تالت. بسم الله. احنا عايزين تذكرتين. هي تذكرتين بكام؟ ماشي التذكرتين هتخش جوه الغرز. هو الدخول ب100 وهتلاقي التذكرتين جوه. ماشي اتفضل. ماشي اتفضلي 100 بقى. طيب
لو سمحتي احنا عايزين تذكرتين. ماشي اتفضل. رياضة انا كان في حتة لعبة جامدة اوي عايزة العبها معاكي. بصي استني يا بابا هموت فيها اوي اللعبة دي. مفيش حاجة باتنين يعني؟ لا هنكمل المشروع ونكمل المشروع وبعدين تاخدي براحتك. كسرت وانا هحط على الحاجة. مش عايزة اشتري حاجة بتاعت بس. طيب ليه يعني؟ بس فاضل لي بس تذكرتين وجيبه. عندنا ميدو وميدو وجاسين وما عندناش اللي هما دولت ابناء عيال عمي عشان عمتي الصغيرة اسمها كارل وعمي برضك اسمه كارل. وعندنا ابن عمتي عبد الرحمن ومحمود ورقى ويوسف. انا اربعة Thank you.
خدي واحدة نص عايزة واحدة. سيارة جميلة قوي. انت لو اديتيها لي تبقى بس جميلة قوي. خدي واحدة نص السايد تكوت وعملت لك واحدة شكولي. واحنا عندنا كده اي حد لازم يعمل التاني حاجة لازم يعمل شكولي. هو احنا كده مش عارفة ليه احنا كده. مش محتاجين التذكرات بعد ما خلصنا مش محتاجين. يعني خلينا نقعد على جنب بقى الصدر بتاعتي من الكارت بتاعك ويلا اشحني اقعدي وبعدين اشحني. خدي الكارت بتاعك من ايدك عشان تعرفي تسوقي. البسي بتاعك بس يلا البسي الخوذة. يلا بقى خلصي انت خسرتي كده من اول مرة. يلا يا بنتي اشحني. طبيعي اشحني لازم تشحني. لما تلاقي حاجة قدامك اهربي منها. تعالي على جنب. في ايدك من الجراج. في ايدك. خسرتي. انتي اللي خسرتيني يا كلب. انا ماليش دعوة. هو اي هو اي فيديو خلاص. معك اثنين. كم انا هلعب بسانتين. مش دعوة. لا بارا.
خلاص الصبورة بتاعتنا احنا الاتنين يا ستي. جربي اعملي كمان تذكرة. الحمد لله يا ربي تمن كمان تذكرة يا ربي تمن كمان تذكرة يا رب يا رب يا رب كمان تذكرة يا رب. لا يا بابا التذكرة هو هما الاثنين والله شبه هديكي تعالي ناكل وشان نجعني ايه؟ انا ناكل وشان نجعني ايه؟
ممكن تكون على فكرة دي حلويات ممتازية، ممكن كل الحلويات أنا هطلب الملك الحقيقي عشان مفيش حلويات خالص، مش عايزة حلويات، أنا عايزة حلويات أكل، ناكل أكل صحي كده عادي في خضروات. Hey.
لأصحابها. أنا ابنيتي سنة 8 وهي ابنيتك سنة 3 وبابا ابنيتك سنة 3 في كل سنة 3 ولو ده تمام أنا 6 8 أنا 6 8 في 15 لو ده 2018 بقول يعني 2023 استغرق عشان يعمل مثلا 5 سنين دلوقتي نسيني يلا نسيني بابا حالا يشتري لي موبايل. موبايل؟ اسكت يا حبيبتي. خلينا في فكرتنا. كان حاطة موبايلين مش عارفة تديني موبايل. انتوا لسه قاعدين هنا يا ماما؟ اه والله ما خلتناش بس جبتوا ايه؟ جبنا حاجات دي وصرفنا من 400 جنيه. ماشي يا حبايبي ماشي. يا شاطرين انتوا. شاطرين تمام. على اوضكم حمام غير يدوب تودي خرج تنام نوم على طول تمام بس الاول تمسك التليفون لا طب ماشي حاضر يا ماما كلامي مفهوم كلامي مفهوم حاضر كلامك مفهوم اي وقعت خليني انا ادخل الاول يا كربت الاول وبين صوت الاول اشكريني عشان وديتنا المول قلت لك جبتي السبوره اه انا اللي جبت لك السبوره ودلوقتي لو ده بقى دور عليها لا الموك بتاعي هو الزمزمية امام صبا حطوهم بقى هنا كمان ولما حاجة تروضة عشان ايه بس حاجة زيادة مش ضروري خدي يا روضة ده
ده بيت على فكرة. اتفضل الكيس. شكرا. ماشي يا اصحابي، هدخل الحمام اغير هدومي وارجع لكم تاني. اهو يا اصحابي خلصت بقى، وروضة وماما وبابا ناموا وحوري طبعا نامت، ودخلنا الحمام وكده. هوريكم الاكواد وبعد كده هطفي الانوار وانام عشان انا تعبانة قوي. هوريهم الاكواد. ماشي، اول كود هو سبرانس يعني كده، وهبقى اوريكم الكود بتاعه عشان انا دلوقتي عايزة انام مش فاضية خالص. وهو يعني هو الحاجة الجميلة اوي فيه. تاني كود ناليكس، يعني حطيت الكود ده جوا مش عارفة ليه، ويعني مش ضروري كمان اكيد عارفين. وتالت مدي الشو ده المفروض تبقى معايا، نحطهم ده فوق الجاكيت شرط التحط، يعني مش ضروري هي الشوز. وتالت كود اللي هو ده، بس بحب اوي الكود ده بشكل شوط، ومش ضروري بقى اطلع الباقي. حتى السماعة دي بحبها، ممكن اجي ساعات خليني نحطها دلوقتي. ماشي، وكمان الكود ده، الكود ده جميل اوي برضك. ده يعتبر الكود على بعضه، وانا يعني اللي كنت واخدة منه الكرسي ده، دي الاكواد يعني اللي كنت واخدة منه الكرسي ده. وبيزانيا طبعا اكيد كلكم عارفينه، وزي ما قلت لكم بقى هبعرفكم الاكواد بتاعته. وده الكود ده مش عارفه بقى، بيزانيا وتوي كلاب، اخر كود توي كلاب. سلام الله عليكم. وبعدين بقى بس كده خلصت، مش يعني مش عايزين. يلا بقى باي اصحابي، طفي الانوار وهنام. يلا بقى انتوا لسه صاحيين، نام. حط الارنب في مكان بس الصوره دي بقى. خليني بقى اطفي الانوار في النظام. بكون وطفي النور ده. ماشي، عايزين حاجة؟ باي. اظبطي الملابس. يلا مع السلامة يا اصحابي، باي باي.